صباح الخير، صباح النور، يا اهلا وسهلا. كيف بقدر ساعدك؟ انا عم بفتح مطعمي الجديد بدبي وحبيت ازور صالة العرض عندكم تاخد شوية افكار وتعطوني رأيكم بكل شيء. تكرم عينك، يا اهلا وسهلا فيكي. طبعا نحن رح نساعدك بهذا الموضوع قدر الاستطاعة. نحن بالنسبة لنا عندنا مهندسين وفنيين مختصين لهذا الموضوع، طبعا ضمن الشروط الرقابة الغذائية وضمن البلدية كل الأوراق، كل طبعا ملفات الأوتوكاد حتيجي لعند حضرتك، بتزودك بكل المعلومات اللازمة لتفتحي مطعم بأحسن سعر طبعا موجود بالسوق. طبعا تفضلي معي لحتى أساعدك أكثر. اوكي، يا أهلا وسهلا فيكي، معك الأستاذ محمد جدو مدير قسم المبيعات، بيقدر يساعدك بالموضوع أكثر. صباح تفضلي. الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، تفضلي. طبعا انا حسب ما خبرت انه انت بدك تفتحي مطعم جديد هلا هون في دبي. طبعا احنا بنقدر نساعدك كثير شغلات، يعني نحن فينا ناخذ مقاسات المكان وفينا نعمل مخططات حسب متطلبات البلدية حسب الشروط الرقابة الغذائية، ومساعدة في الموضوع هذا كثير. وطبعا حافظ عن الشركة، طبعا احنا شركتنا تقريبا تأسست 2008 في أبو ظبي، وحاليا نحن الحمد لله عندنا تقريبا 7 فروع، بين فرعين بأبو ظبي وبالعين، وعندنا فرع في دبي اللي هون في صلاح الدين، وعندنا فرعين بالشارقة بالإضافة للمصنع الموجود بالشارقة، المصنع المتخصص في الستانلس ستيل كامل. ونحن بنساعدك بكثير مخططات، مثلا في عندك المخططات، نحن فينا نعمل مخططات مثل هيك. تمام، طبعا عندك هاي المخططات نحن بنساويها. في عندك في شيء اسمه الريسيفنج اريا اللي هو نظام غسيل الخضار، لما بيجينا اللحم او بيجينا الخضار لازم دائما من الرقابه الغذائيه ومن البلديه نحن لازم يتنظف هذا، فبيكون مغاسل تنظيف للحمه للخضار للدجاج، حتى اذا كان في عندنا سمك، اذا بنضيف سمك حسب الاضافه، فاذا بنضيف سمك لازم نضيف كمان مخزنه مخصصه للسمك. وبعدها بيكون لك شيء اسمه بعد الغسيل والتنظيف في عندك شيء اسمه كولد رومز، اللي هو عندك التخزين الشيلر والفريزر، لان دائما احنا بنغسل وبننظف وبعدين بنخزن بالبرادات، كان اللحم وكان الدجاج وكان السمك. وبعدها بيروح عندنا الاوبشن الطبخ او منطقه التحضيري، بنحضر بعد ما نطلع من التبريد من البرادات، في عندنا شيء اسمه تحضيري، بعد ما نحضر بنروح على الكوكينج لاين اللي هو الطبخ دائما. فهون يعني احنا بنمشي من المطعم كيف انه بده يدخل الاكل من البدايه، كيف بده ينغسل، كيف بده يتنظف، كيف بده يتخزن، وبعدها كيف بده يتحضر وينطبخ وبيطلع للعميل بنفس الوقت. وبالاضافه نحن بنعمل مخططات كهرباء ومي، يعني حسب المعدات اللي احنا الموجوده عندنا بنعطي مخططات كهرباء ومي، يعني مثلا المي المطلوبه، الكهرباء المطلوبه، في عندك شيء كهرباء 3 فاز، في عندك سنجل فاز، الكيلو وات حسب المكان الموجود بدنا نعرف كم كيلو وات بالمكان. طبعا هذا كلياته نحن بندرسه، وفي عندنا مهندسين مخصصين للموضوع هذا انه يدرسوا المكان نفسه ويعطونا مخططات حتى للغاز للكهرباء او للمي، اوكي، وعلى الأساس هذا نحن بننفذ مشروعنا ومنجهزه كامل. شكرا كثير استاذ محمد، شرفت بزيارتكم وان شاء الله بيكون في شغل بيناتنا. أهلا وسهلا فيك، شرفتي. ثانك يو لك. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، شرفتي.